السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الحياة أسهل مع حياة. وصفتنا اليوم إن شاء الله غتكون مورقات بالعجين المورق بواحد الحشو مختلف ومتميز، واختاريت لكم بعض الأشكال اللي راقوا الاستحسان ديالي. الحشو غنحتاجو فيه واحد ربعة ديال الكفتة لادان، فلفلة حمراء مشلضة، بصيلة مشلضة، المعدنوس، القزبر، ملحة، شويش الإبزار، قزبر حبوب، مطحون، شويش الكامون. ونخلي اللي تيميز هذا الحشو هو أننا تنضيفو ليه واحد شوية ديال الصوصيص تنشحرو معاه باش تيزيد هذا الحشو لذة وتيميزو. منين غيتشحر غنزيدو له واحد شوية المايز والزيتون مقطع والفرماج حمر محكوك. هذاك الصوصيص اللي زدنا تيزيد له صراحه واحد الاضافه اللي تتميزه الحشو، تتعطي واحد اللذه متميزه. بالنسبه للدهن غنحتاجو صفر البيض، واحد المعلقه ديال الهريسه، ومعلقه ديال الخل، ومعلقه صغيره ديال صوص الصوجا. غنحركو الكل ونحاولو ندهنو به العجين المورق. وخلاص ما نساوش بان العجين المورق هو اساس هذه الوصفه كامله. هاد الشكل غناخدو العجين المورق نقسمو على شكل مربع ونشقوه من النصف، ونوضعو الحشو في الوسط، وناخدو من كل جانب، يعني بحال الجانب الأيمن غنمشيو عليه كامل. ناخدو الجانب الأيمن من كل مربع، من ناخدو ونلاقيوهم الوسط ونديرو عليهم زيتونة كحلة في الوسط. هانتوما كيف ما تتشوفو تيجي الشكل ديالهم على شكل مروحية أو فرفارة. وندهنوهم بصفر البيض ونديروهم في الفران. والنصيحة أن الفران يكون سخون مزيان والعجين المورق يكون بارد. ودائما العجين المورق منين تيشط لينا تنقرصو طبقة فوق طبقة، ما تلولبوش بحال العجينة. هذا الشكل تنقطعو على شكل مستطيل عادي، وتنديرو الحشو ونجمعوه بحال شكل لي شوسون، ونلاصقوهم بصفر البيض من الوسط، وندهنوهم ايضا بداك الخليط صفر البيض، ونرشو عليهم البافو، ونقدروا نشقوهم واحد الموس ماضي نديرو نضعو عليهم اشكال. هانتوما تتشوفوا من بعد ما طابوا كيفاش تيجي الشكل ديالهم رائع ومتميز. والحشو دائما حسب الاختيار، ممكن تحتاج ديروا حشو مالح على حسب الذوق العائله ديالكم، او حشو حلو تيجيو حتى بالجبن والعسل، تيجيو بالفواكه مشحرين. المهم الحشو حسب الاختيار. هنا واحد الشكل اخر اننا تنديرو على شكل مستطيل، وتنشقو الجناب، وتنوضعو الحشو، وتنديروهم بحال شكل الضفيره. هانتوما تتشوفو منين قسمناها، شوفو كي مورقه الفويطاج كيفاش تيبان العجينه مورقه. هاد الشكل تنديرو دائره وتنطراسيو الوسط بواحد الطبسيل هي تنعلمو به، وتنشوفو السونتر ديال ديك الدائره، يعني المركز ديال ديك الدائره، وتنبقاو نقطعو نديرو خطوط متقاطعه في السونتر بحال هذا الشكل اللي تتشوفو. نديرو مثلثات، من بعد غنشدو الحشو وندوروه في الجناب ديال ديك الدائره، داك البلاصه اللي بقات لينا، ونجمعو هاد المثلثات نردوهم على الحاشيه تتجي. وهاد الشكل ممكن نديروه حتى في العجينه ديال البيتزا، تتجي زوينه الشكل ديالها متميز. وفي الاخير تندهنوها بصفار البيض، مع العلم اننا تناخدو طبسيل صغير على حسب الدائره، صغر منها هي طبسيل صغير هو اللي تنشكلو به ديك الدائره الوسطانيه. على ما اظن ان الصوره واضحه. والفراغ اللي تيبقى لنا الوسط نقدروا نسيرفيو فيه واحد سلطه خضراء وسط منه، تيجي رائع الشكل ديالها. هانتوما كيف ما تتشوفوا، او نديرو فيه لي صوص الوسط، مهم على حسب الرغبه. انا درت هنا سلطه خضراء. غنخليكم مع هاد الاشكال صراحه متميزه وراقيه، صراحه عجبتني بزاف وقلت نتقاسمها معكم، ديال العجين المورق او عجين ديال لي شناك او بحال هذه الشهده. مهم نشكلو فيهم اشكال، ننميو الخيال ديالنا في الاشكال ديالهم. هذه عجينه فرديه، هذه تتقدم على شكل فردي. انتم شفتوا كيفاش تجي
هذه بحال شكل كرواسة مستطيل وفوقاني مثلث، من بعد تنشقوه على شكل بوريقة تنشقوه حتى هذه تجي زوينة. هانتوما هذه عاوتاني طبق عائلي، صراحة أشكال متميزة ومتنوعة. تاخدو فكرة الإنسان إلا بغا يدير شي حاجة تكون عنده فكرة. ودابا إن شاء الله كل مرة نديرو شكل. هانتوما هاد الشكل تا هو تيجي زوين وساهل، تنديرو هي الطبقة فوق الطبقة الوسط ونشقوهم هدا عاوتاني. هذا راه بحال الاخر، تنديروا الحشو الوسط ونعلموه بزلافه ومن بعد تنشقوا دوك الجنب وتنوليو نتنيوهم على ما اظن الصوره موضحه نفسها. تنديروا الحشو ونعلموه كيف ما قلت بزلافه، والجنيبات اللي تيبقاو تنقطعوهم بالموس ونهزوهم نتنيوهم نوقفوهم، تيجي الشكل زوين بحال الورده او عباد نوار تاع عباد الشمس. هادو شو على كموسه دايرين الكميمسات بحال الكميمسات اللي تنديرو بالورقه زوينين. هادي عاوتاني راه الصوره موضحه نفسها، هانتوما تتشوفو هنا في هاد الجانب تنوضعو تنديرو معين. هادي تقدر تصلح في العجينه ديال الشهده، شوف كيفاش تتجي صراحه بادعين في هذا الشيء بزاف، قلتلها كاين ابداع وخاطر باش مصايبين هاد الاشكال. رائع. صراحة انا عجبوني، قلت نتخاصم معكم الفكرة تاخدو بعض الاشكال الانسان الى بغى يطبقها. هانتوما هذا كورني عامر، هذا بحال داك الشكل اللي قلت لكم ديال تنعمرو الحشو الوسط وتنهزو الجناب. هي هادو الجناب ما مشقوقين شي، تنبقاو نجمعوهم ونضفرو. نتمنى هاد الاشكال اللي خدمت لكم يروقوا الاعجاب ديالكم، وإذا عجبكم الفيديو تبارطاجيو مع الأهل والأصدقاء ديالكم. وبالنسبة للإخوان اللي ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يبقاو يتوصلوا بالجديد. ومرحبا بكم معايا في قناة الحياة أسهل مع حياة. شكرا. ربما يجيكم الفيديو بأنه معاود لأن كان طرا مشكل في المونتاج، وأتأسف لهذا راني عاودت له المونتاج.